السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ماث إنرجي. فيديو النهاردة إن شاء الله خاص بطلاب القدرات مع استراتيجيات الحل السريع، بعض الطرق السريعة شباب اللي ممكن تساعدك وتوفر عليك وقت كبير جدا في امتحان القدرات. نبدأ أولا بعمليات الضرب، والمثال رقم واحد بيقولك أوجد ناتج 100 ضرب 100 ناقص 98 ضرب 98. طبعا يا شباب مسألة زي كده مش ممكن ابدا ان انا هروح اضرب 100 ضرب 100 واشوف الناتج، بعد كده اضرب 98 ضرب 98 واشوف الناتج، وبعدين اطرحهم من بعض. امال بنحلها ازاي؟ عندي طريقتين للحل، شوف الطريقة الاسهل بالنسبة لك واستخدمها في الحل. الطريقة الاولى هو تحليل المقدار ده يا شباب بالفرق بين مربعين. ازاي الفرق بين مربعين؟ انا عندي السؤال هنا 100 ضرب 100 ناقص 98 ضرب 98. كل اللي احنا هنعمله هنعمل قوسين، واحد سالب واحد موجب، وطبعا هنا 100 ضرب 100 هنحط هنا 100 يا شباب، وهنا 100. 98 ضرب 98 هنحط هنا 98 وهنا 98. بعد كده بمنتهى السهولة 100 ناقص 98 يعني 2 ضرب 100 زائد 98 يعني 198. بعد كده ابدأ اضرب الآحاد فقط، 2 ضرب 8 يا شباب يعني 16، يعني أنا عاوز الإجابة اللي رقم الآحاد فيها هو العدد 6، إذن الجواب 396 بدون إجراء عملية الضرب. في حل تاني برضو ممكن تستخدم فيه منزلة الآحاد مباشرة. إزاي يا شباب؟ أنا عندي هنا 100 ضرب 100، الآحاد هنا 0 والآحاد هنا 0، يبقى أكيد أنا لو كنت ضربت 100 ضرب 100 كان ناتج الآحاد هيكون 0. ناقص لو ضربت 98 ضرب 98، استخدم كده الآحاد، 8 ضرب 8 64، يبقى الآحاد كان هيكون 4. بعد كده قول 0 ناقص 4 اللي هي المفروض طبعا هنستلف فتكون 10، 10 ناقص 4 يعني 6، فأكيد الإجابة هي العدد اللي آحاده يساوي 6. السؤال التاني لما أجي أقول لك مثلا 1 من 10 ضرب 2 من 10 ضرب 3 من 10 ضرب 4 من 10، في السؤال ده يا شباب انت مش محتاج تجري عملية الضرب اصلا. امال هنحل ازاي؟ هنشوف عدد العلامات الموجودة. هنا العلامة بعد رقم واحد، وهنا بعد رقم واحد، يبقى رقمين، وهنا رقم ثلاثة، وهنا رقم اربعة، اذا الاجابة هيكون الناتج اللي العلامة فيه موضوعة بعد اربع ارقام. شوف كده الجواب رقم الف، هتلاقي عندك 24 من 10 تلاف، يعني العلامة بعد اربع ارقام، يبقى هو ده الاختيار الصحيح. مكملين يا شباب في استراتيجيات الضرب وفي ضرب الأعداد الكبيرة، زي مثلا لما يجي يقولك 72 ضرب 83 ضرب 6. طبعا في امتحان القدرات انت مش مضطر ابدا تجري عملية الضرب دي. امال هنعمل ايه؟ هنستخدم استراتيجية استخدام رقم الآحاد. ازاي يا شباب؟ رقم الآحاد هنا 2 وهنا 3 وهنا 6، كل اللي احنا هنعمله هنضرب 2 ضرب 3 ضرب 6 بمنتهى السهولة، 2 ضرب 3 يساوي 6، 6 ضرب 6 يساوي 36. إذا ناتج عملية الضرب دي الآحاد فيه هيكون هو الرقم 6، فكل اللي انت هتعمله هتروح تدور في الاختيارات على العدد اللي آحاده يساوي 6، وبالتالي أكيد دي هتكون الإجابة. وطبعا يا شباب في امتحانات القدرات مستحيل تلاقي إجابتين الآحاد بتاعتهم 6، لأن هو أصلا حاطط المسألة دي عشان استخدام استراتيجية الآحاد. نفس الكلام لو كانت المسألة جايلك عملية قسمة، انت ممكن بمنتهى السهولة تقلب عملية القسمة دي لضرب. ازاي؟ جايب لك مثلا 22734 تقسيم 18، ال 18 ده يا شباب اسمه المقسوم عليه، فانت محتاج تدور على ايه هو العدد اللي لو ضربته في 18 الناتج هيكون هو العدد الكبير ده. زي ما احنا قلنا يا شباب هنستخدم استراتيجية الآحاد، الآحاد هنا خلي بالك في الناتج 4، يبقى أنا عايز أدور على عدد لما أضرب أحاده في 8 الناتج يكون فيه 4. روح جرب الخيارات كده، الأحاد هنا 6، طبعا 6 ضرب 8 48 يعني الأحاد 8، إذا الإجابة دي غلط. روح جرب العدد اللي بعده، الأحاد هنا 3، 3 ضرب 8 يساوي 24، يعني بالفعل رقم الأحاد هيكون 4، يبقى أكيد الإجابة 1263 هي الإجابة الصحيحة. لك ما ناتج جمع 95 زائد 96 زائد 97 98 99 وهكذا لحد 104. طبعا يا شباب هنا مش محتاجين نجمع بالطريقة التقليدية. امال هنعمل ايه؟ هندور على الاعداد اللي لو جمعت رقم الاحاد فيها يديني ناتج فيه اصفار.
فلو بصيت هنا الأول عدد في المسألة 95، مفيش آحاد فيه 5 تاني، وبالتالي مش هعرف أحصل على الصفر، وبالتالي هنركن 95 كده على جنب. زائد بص بقى معايا 96 أحاده 6، في عندي هنا 104 أحاده 4، فلو جمعت 6 زائد 4 10، وبالتالي لو جمعت 96 زائد 104 هيديك 200. زائد نفس الكلام مع العدد 97، عندك هنا 103، لو جمعت 7 زائد 3 هيديك 10، يبقى الأحاد هنا 7 والأحاد هنا 3 هيديني عدد أحاده 0. 97 زائد 103 يديني 200. بنفس الطريقة 98 زائد 102 يديني 200، زائد 99 زائد 101 برضو يديني 200. وطبعا المية الجميلة دي اوعى تنساها وانت بتعمل عملية الجمع. يبقى اصبحت المسألة كده في منتهى السهولة، 200 زائد 200 زائد 200 زائد 200 800، زائد 100 900، زائد 95 يبقى 995، يعني الجواب رقم ألف. النوع التاني يا شباب هي المسائل اللي فيها عمليات جمع للقصور غير المتشابهة. يعني ايه قصور غير متشابهة؟ يعني طبعا المقام مختلف. فلو مثلا قلت لك 3 على 4 زائد 5، طبعا يا شباب احنا عارفين طرق كتير جدا لعمليات جمع القصور غير المتشابهة، ولكن النهاردة هناخد طريقة سريعة جدا ربما تكونوا كلكم عارفينها من ايام ابتدائي. ايه هي الطريقة دي؟ انك هتضرب المقامات وبعدين تعمل ضرب تبادلي. هتضرب المقامات، تقول 4 ضرب 5 20، وبعدين ضرب تبادلي 5 ضرب 3 15، زائد 4 ضرب 1 4، يعني الإجابة 15 زائد 4 19 على 20. نروح بعد كده يا شباب لمسألة الذكاء. طبعا في امتحانات القدرات بيجي في الغالب مسألة عن الذكاء، وطبعا يا شباب احنا عارفين ان نسبة الذكاء في الدين الإسلامي هي 2.5%. فال2.5% دي لما تشوفها في السؤال احنا هنستبعدها تماما من طريقة الحل. امال هنعوض عنها بايه؟ هنعوض عنها بكلمتين اتنين بس. كل مسائل الذكاء يا شباب في امتحانات القدرات فكرتين اتنين فقط. الفكرة الاولى لو كان مبلغ الذكاء موجود. يعني ايه مبلغ الذكاء موجود؟ يعني انت عارف انت طلعت كام لله، فالمبلغ ده لو موجود كل اللي انت هتعمله هتضرب المبلغ ده في 40. طيب النوع التاني لو كان المبلغ الاصلي هو اللي موجود والمطلوب مبلغ الزكاة، المطلوب مبلغ الزكاة، في الحالة دي هقسم العدد اللي عندي في السؤال على 40. دلوقتي انت ممكن تسأل نفسك سؤال، هو الـ40 دي جت منين اصلا؟ الـ40 دي يا شباب لان نسبة الزكاة في الدين الاسلامي هي دايما 2.5%، فانت لو خدت 2.5 على 100 دي وحطيتها في ابسط صورة هتطلع معاك 1 على 40. وبالتالي ملخص السؤال هيكون يا اما انه يدي لك المبلغ الاصلي ويطلب مقدار الزكاة، في الحالة دي يا شباب هنقسم على 40، يا إما يديلك مبلغ الزكاة ويطلب المبلغ الأصلي وفي الحالة دي هضرب في 40. تعال نشوف السؤال، بيقولك لدى شخص 2800 ريال احسب مقدار الزكاة. يبقى هنا شباب عايز مقدار الزكاة، وبالتالي كل اللي احنا هنعمله هنقسم المبلغ الأصلي اللي هو 2800 على 40 في منتهى السهولة. 0 مع 0 و28 تقسيم 4 7 والصفر ينزل، يبقى الشخص اللي عنده 2800 ريال الزكاة بتاعتهم 70 ريال. مثال تاني يا شباب، إذا أخرج شخص 800 ريال زكاة ماله، يعني ده مقدار الزكاة طلع خلاص، احسب المبلغ الأصلي الذي أخرج عنه الزكاة، يعني كان معاه فلوس كام عشان يطلع منهم زكاة 800 ريال. إذا هنا شباب مبلغ الزكاة موجود، وبالتالي هتاخد مبلغ الزكاة اللي هو 800 وتعملوا ضرب 40. طبعا يا شباب في الضرب 3 اصفار ينزلوا، ونضرب بقى 4 ضرب 8 يساوي 32، وبالتالي الشخص اللي يخرج زكاة مقدارها 800 ريال يبقى المبلغ الاصلي عنده هو 32 ألف ريال. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة، ودمتم جميعا بخير.